ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم اليوم إيمان درويد، إن شاء الله تكونوا بخير ولاباس. اليوم نعطيكم واحد الطريقة، يعني طريقة سهلة تساعدكم الحفاظ على الحفاظ باستهلاك أقل من عمر البطارية. قبل ما نبدأ إن شاء الله، لا تنساو ديروا لنا جيم في لاباج تاعنا في الفيسبوك، تبارطاجيوها مع لي زامي تاعكم. نبداو بسم الله، وإذا نروح البارامتر تاع التليفون تاعكم. أنا نعمل على جهاز كوندور في 6 برو، يعمل بنظام اندرويد 6. بل شوف كنت موكتبين هذه اوبشن ديفلوبر، وما دام كما يعرف مان اوبشن ديفلوبر اذا كانت موكتبية انت نرمى، اذا ما كانت ماهيش موكتبية روحوا اباوت هون عند كارنر فيس ويند نمبر يو ار اون. انا قاعد اتكلم عليها سبع مرات ما تخرج. ادفانسد روحوا اوبشن ديفلوبر، نحوشوا كلو معايا مليح لهنا. هادو خليهم ثلاث مشي مرات بارامتر تاع السيستم هنا سيميليت كولور سبيس، نضغط عليها راه يدي جاي بلد. حنا نقلبوها مونوكروماسي، نتكاو عليها كيما راكم تلاحظو. راكم تشوفو الالوان تاع الهاتف اللي غير الاسود والابيض، يعني ما كانش الوان اخرى. هاي الواجهة كل هذه كلها بالاسود والابيض، وهذه طريقة تساعدك كثيرا على استهلاك طاقة اقل في جهازك. يعني هاي جهاز يمشي عادي لكن البطارية في جهازك تدوم لفترة أطول بفضلها، لأن معظم الشاشات التي تكون بجودة عالية يعني HD تستهلك كثيرا من الأخرى. الألوان يعني تستهلك كثيرا من الطاقة من البطارية. إن شاء الله نكون فيكم ولو بقليل، تلقاو إن شاء الله في فيديو تاع الأخرى. ما تنساوش ديرونا لايك وسبسكرايب في الوقت. سلام.